النهاردة عندنا مرض البايلونيفرايتس، اللي هو برضو ممكن نسميه كونتيجيوس بوفاين بايلونيفرايتس أو انزيوتيك بوفاين بايلونيفرايتس. يعني ايه البايلونيفرايتس؟ البايلونيفرايتس هو عبارة عن ساب اكيوت اور كرونيك بيريولنت انفلاميشن للكيدني والبلفيك بورشن بتاع الكيدني. طيب المرض ده اهميته ايه او نشرح ليه؟ لان المرض ده هايلي فيتال ديسيز، هايلي فيتال سبيسيفيك يورينري سيستم ديسيز في الكاتل. طيب المسبب عندنا او الاتيولوجي بتاعنا، المسبب عندنا هو عبارة عن الكورايني بكتيريوم رينالي. طيب هل ممكن حاجات تانية تكون موجودة عندنا او بتسبب عندنا العدوى؟ ممكن يكون عندنا الايكولاي برضو اتعزلت من الحالات اللي فيها بايلونيفرايتس. ممكن عندنا برضو اذر اوبورتونيستك اند انفيرمنتال بكتيريا زي الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي ممكن يسببوا عندنا برضو البايلونيفرايتس، بس المسبب الرئيسي او المين كوز للبايلونيفرايتس هو عبارة عن الكورايني بكتيريوم رينالي. بعد كده الاوكيرنس والانسيدنس، اول حاجه في الانيمالز هو المرض ده اسبورادك، ما بيحصلش في عموم المزرعه، لا ممكن يحصل في حيوان واحد بس. تاني حاجه هو عباره عن بوفاين ديسيز، ولكن ممكن يحصل في الشيب ولكن بيبقى انسيدنت او اوكيجينال، يعني الكاوز بيبقى سسبتبل اكتر من البولز. الامبريت هيفرز بتبقى سيلدم افكتد، لازم يكون حيوان بيولد وبيعشر عشان يحصل له العدوى دي. تاني حاجه ان المرض ده بنسميه ستريس ريليتد ديسيز، ستريس ريليتد ديسيز لان هو بيتبع معانا في الفترة اللي فيها ستريس على الحيوان زي الوينتر، حالات الستريس بتاعت الكولد، انكمفورتبل ويزر، الستريس بتاع الهاي برودكشن زي في حالات الولادات او الهاي ميلك برودكشن، ادفانسد بريجنانسي، الستريس اوف هيفي فيدنج. طيب الحاجات دي بتعمل عندنا ايه؟ الحاجات دي عموما بتغير عندنا البي اتش بتاع اليورين، بتغير البي اتش بتاع اليورين بتخليه اسيدك بي اتش، والاسيدك بي اتش بيبقى ده الوسط المفضل للكوريني بكتيريا من هي يحصل لها كولونايزيشن في اليورينري تراكت وتبدا ان هي تعمل عندنا البايولو. المصدر الترانسميشن، الترانسميشن بتاعنا بنتكلم عندنا اول حاجه المصدر بتاع العدوى، المصدر بتاع العدوى طبعا رقم واحد الكلينيكال افكتد، الحيوان المريض بالمرض ده بيبقى اكثر المصدر، اكثر المصادر للمرض بتاعنا. تاني حاجه يعني الحيوان نورمال اللي احنا بنسميه كارير، ان الحيوان بيبقى فيه العدوى ولكن باين قدامي نورمال، ده برضو مصدر العدوى. طيب ممكن العدوى، ممكن العدوى تكون من الحيوان ذات نفسه، تكون سكندري بكتيريال انفكشن في اليورينري تراكت ذات نفسه، يعني الحيوان حصل عليه ستريس، بدات البكتيريا حصل لها كولونايزيشن، تبدا ان هي تعمل عندي المشكله بتاعت البايلونيفرايتس. طيب المود اوف ترانسميشن، طيب عن طريق دايركت كونتاكت، يعني حيوان اتنين في كونتاكت ما بينهم مباشر. تاني حاجه ممكن يكون عن طريق الفينيريال ترانسميشن. الباثوجينيسيس عندنا بتاعت المرض، وده هيبان عندنا في الصوره اللي بعد كده او موضحه اكتر. اول حاجه خالص الانفكشن بتبدا تخش عندي في اليورينري تراكت، بعد كده الانفكشن بيبدا يحصل لها بروجريس اب، يعني بتطلع لفوق، بتطلع لفوق بروجريس اب في اليورينري تراكت. طيب ايه اللي بيخلي البكتيريا يحصل لها مالتيبليكيشن؟ ان يحصل عندك استاجنيشن لليورين، عشان يحصل عندنا مالتيبليكيشن للبكتيريا بتاعتنا. طيب الاستاجنيشن بتاع اليورين ده ممكن يحصل عندنا بسبب ايه؟ بسبب البلوكش في اليورتر باي انفلاماتوري ديبريس، او يحصل عندنا اوبستراكت فيروليسياس، او يحصل عندنا برجر على على برجر من اليوترس في حالات البريجننت انيمال، فيخلي الحيوان ما بيعملش يورينيشن كتير زي العادي، فيحصل عندنا استجنيشن يورين، فيحصل عندنا مالتيبليكيشن للبكتيريا. برضو العدوى يحصل لها اسند عن طريق اليوريتر، بعد كده تبدا تخش عندنا على الرينال بيلفس، تبدا تعمل البايلونيفرايتس في الرينال بيلفس. طيب عملت العدوى في الرينال بيلفس، تبدا يحصل لها اكستند للرينال مضله، بعد ما عملت في الرينال مضله يحصل لها اكستند للرينال كورتكس. طيب خلاص يبقى انا كده عملت عدوى في الكيدني بحالها. طيب ايه اللي هيحصل؟ يحصل عندنا توكسيميا ويبان عندي على الحيوان فيفر، وممكن يبدا عندك الباص او الدبرس يبدا ينزل من الكيدني، يبدا يسد عندي اليوريترز، وده ممكن يؤدي ان الحيوان يموت معايا. بعد كده عندنا الباثوجينيسيس اهي في الصوره افضل واوضح. العدوى بتبقى موجوده عندنا في اليورينري سيستم، بتبدا ان هي تطلع لفوق، الاستجنيشن بتاع اليورين يبدا يقل، لو عندنا المالتيبليكيشن، بعد كده الانفكشن جو ابورد ثرو اليوريترز، تبدا تخش عندي على الكيدني، تدمر معايا الكيدني، تعمل عندي توكسيميا وفيفر، بعد كده يحصل عندي ديس للحيوان لو ما تعالجش. بعد كده عندنا الاعراض اللي بتبان عندنا على الحيوان. اول عرض بان عندنا الحيوان، الحيوان بيبدا يطلع عندك سموكي او بلاد ستيند يورين، اللون بتاع اليورين يبدا يتغير معاك. طيب تاني حاجة ممكن تكون برضو عند الأعراض البدائية بتاعتنا أتاك أوف أكيوت كيلو، تبص للحيوان بيتمخص بيقوم يرقد وفي وجع،
طبعا الاتاكس دي ممكن تحصل عندك نتيجه البلوكج بتاع اليوريترز او الرينال بيلفس عن طريق الباس والتيشو ديبرس اللي بتطلع معايا مين مع اليورين، اللي هو بيبقى لونه سموكي او بلاد ستيند بنتيجه ان الباس موجود عندك، فممكن يقفل اليوريتر يبدا يبان عندك على الحيوان كوليك. في عندك فلكتويتنج تمبريتشر، درجه الحراره بتعلى وتنزل، مش احنا قلنا ده سبيوراتيف انفلاميشن؟ سبيوراتيف انفلاميشن من خصائصه درجه الحراره بتعلى وتنزل معايا الحيوان، الابيتايت بتاعته بتقل، اللوس اوف كونديشن، الملك يبدا يقل معايا في الحيوان بتاعي. السيستميك رياكشن دي يعني زي الفيفر، زي ما احنا قلنا الفيفر. طيب فريكوينت بين في اليورينيشن، الحيوان كل شويه يعمل يورينيشن، وفي عندنا بين زي حالات السيستايتس. طيب هنا اللون بتاع اليورين قلنا سموكي او تيربيد يورين نتيجه البريسنس بتاع الباص والبلاد والميوكاس والتيشو ديبريس الموجود عندنا فين؟ في اليورين. طيب لو انت جيت على الترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر ريجون واتكيت، طبعا الكدني موجود عندي هنا، تبص تلاقي الحيوان بيبين عندك ساينس اوف بين. لو عملت عندي ريكتال بالبيشن هبص الاقي في عندي اللي طبعا عندي سيستايتس، اليورينري بلادر هيبان عندي الوول سيك، وفي عندنا بين رقم اثنين اليوريتر حصل فيها انفلاميشن، هتبدا تبان عندي كورد لايك ستراكشر في اليوريترز. بعد كده ابص الاقي عندي الكدني واحده او اثنين كبار عندي في الحجم، ولو اتكيت عليهم وابص الاقي في عندي بين، وابص الاقي فيهم لوبيوليشن. الدايجنوزيس بتعمل عندنا على الهيستوري، على الكلينيكال ساينس، على اللاب دايجنوزيس. طبعا الايرن دايجنوزيس طبعا افضل من ان انا اعمل ليت دايجنوزيس، لان التريتمنت هنا هيبقى افضل. طيب في عندنا ان انا باخد عندنا عينه سامبل ودخل القسيطر، واخد عندي يورين سامبل وابدا ان انا اشتغل عليها زي ما اشتغل في حالات السيستاتس بالظبط. اللاب دايجنوزيس ابدا ان انا اعمل اكزامينشن، فيزيكال اكزامينشن، واعمل عندي الميكروسكوبيكال اكزامينشن، واعمل عندي بردك البكتيريال ايزوليشن وسنسيتيفيتي تيست عشان احدد المضاد الحيوي بتاعي. اخر حاجه وهي التريتمنت. التريتمنت هنا بعمل اول حاجه بدي عندي لارج ماسيف دوز من البنسلين، وده افضل مضاد حيوي في الحاله اللي زي دي. طبعا الديوريشن بتاعنا ممكن يكون من 7 ل 10 ايام، من 15 يوم، بدي كل يوم جرعه من 7 ل 8 مليون بنسلين يوميا لحد الحيوان يخف معايا. تاني حاجه بغير البي اتش بتاعت اليورين عن طريق ان انا ممكن ادي مونوبيزك صوديوم اسيد فوسفيت 125 جرام كل يوم 7 دقيقة. طبعا تغيير البي اتش بتاع اليورين بيبدا ان هو يموت عندي البكتيريا دي. تاني حاجه بدي طبعا الحيوان ما بياكلش والكلام ده، بدي له ايزو دايجستبل فودز وفريش ووتر، الحاجات اللي هو يحب ياكلها، بحيث ان الحيوان يفضل معايا كويس. وممكن ادي كمان فلوتسر.